نخش على اللي بعده. عايز اعمل شويه سوفليه جامدين جدا، اللي هي البطاطس السوفليه. هعملها دلوقتي لاولادك واطفالك ياكلوا منها. اللهم صل على النبي. حلوه الصوره تتحدث عن نفسها. حلو زي الفل. مقادير البطاطس السوفليه على الشاشه. بطاطس مسلوقه مسبقا بالقشره وقشرتها. اهي 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 والله العظيم انا اسف. اهي اهي موجوده على البرانش اهي. اللوكيشن بتاعها اهو اهو اهو. حلو. وبياض بيت جنبها. حلو قوي. تاني مقادير البطاطس السوفليه على الشاشه. بطاطس مسلوقه مسبقا بالقشره. سبتها لما تبرد وقشرتها. ومعانا بياض بيض ومعانا كمان يا عم الشيف روزماري وجبنه مبشوره وحليب. لا مفيش زبده. الزبده دي لما نحب ناكل بطاطس كده بوريه نحط لها زبده حليب بس في تركايه للمغازي في السوفليه بتاع البطاطس بالذات او بتعمل السوفليه سبانخ. المدرسه بتقول ايه؟ قواعد عمل السوفليه. الوايت صوص اللي هو بشاميل خفيف اللي هو دقيق وحليب وزبده بتسيبه لما يبرد وبعدين بنضيف له بياض البيض. دي الاساسيات بتاعته. عايزاه بالسبانخ هتحط سبانخ مفرومه. عايزاه بالبطاطس هتحط بطاطس ناعمه. عايزاه بالبنجر هتحط بنجر. كل انواع الخضار ممكن تعملها سوفليه طالما معاكي بياض بيض هش وزي الفل. ولكن انا عامل البطاطس النهارده بطريقه جديده هتعجب حضراتكم. طاسه على النار شديده الحراره بحط فيها معلقتين من زيت الزيتون. عايز طعم انا بدور على الطعم. مش مكمله معلقتين. حلو قوي. معايا من البصلايه الناعمه صغيره كده، فص ثوم مفروم ناعم محترم، اقلبهم كويس اخد الطعم على نارنا الشديده دي كده اهو. انا ما بحبش الحاجه النيه اللي بتبقى في الطواجن او السوفليه. يعني اذا انا هعمل سوفليه احط له بصله وتبقى نيه هتكرف معايا كده واحس ان باكل. انا بحبش البطاطس نيه حتى لو بعمل طبق حواوشي. دايما الحواوشي تشم ريحه البصل الني في قلب رغيف الحواوشي. بزعل قوي على فكره. ايه المشكله ان انا اسوي البصلايه قبل ما احطها في رغيف الحواوشي. معايا ورقتين ريحان حلوين. حلو قوي. سليم سليم. اصبر على رزقك يا حاج. فين الروزماري؟ الروزماري يا ماري. نزله هنا كده. الله هو ده. زرعيه في البلكونه. فخاره حلوه كده فيها ورقتين نعناع حلوين يطلعوا معاكي. عود روزماري وعود زعتر. الحاجات الحلوه دي بتساعدك وبتشجعك تعملي اكل له طعم وفليفر جامد وتميزي نفسك عن الاخرين. ادي الروزماري مع الريحان في قلب الطاسه. حلو قوي. اقلبهم بالشكل ده كده اهو. اشم ريحه الروزماري مع الريحان مع البصله مع التومه زي الفل اهو. هاخدهم واخليهم على جنب خلاص. دور النار هنا انتهى. هسيبهم لما يبردوا واطفي النار دي كلها علشان ما تجيش فاتوره الكهرباء عاليه ونرجع نعيط. التبذير مننا والاهمال مننا. فتحنا ميه نقفلها بعد ما نخلص. فتحنا غاز او كهرباء بوتاجاز نقفل النار بعد ما نخلص اهو. والله ما اتحرك الا لما اقفل النار دي كلها خالص اهو. عشان كده بيحبونه في الاستوديو. موفر اقتصادي طفيت النار خالص زي الفل. تمام. سيبنا كده الروزماري. ناخد البطاطس بتاعتنا ونطلع الايه الخلاط واحده واحده كده. والخلاط مكان ما يقول مخرجنا مع بعض. حلوه بسم الله الرحمن الرحيم. كبه يعني لازم تكون كبه كبيره عشان هنضرب البطاطس دي كلها مع بعضيها. مش كل يوم بطاطس مقليه. عيني اهو. لسه بقول كده كده. تمام زي الفل. شغلش ليه يا عم؟ هو ده. العب اهدى شويه بس خلاص. هناخد البطاطس بتاعتي. دي بطاطس اشتريتها من عند الراجل بتاع الخضار. روحت على البيت غسلتها من الطينه وسلقتها بالقشره. ليه سلقتها بالقشره يا مغازي؟ ما قطعتهاش مكعبات زي تيتا وجدته. ليه؟ علشان النشويات والكربوهيدرات اللي موجوده فيها ما اخسرهاش. نسلق البطاطس بالقشره بتاعتها بنحافظ على الكربوهيدرات الموجوده فيها والنشويات. فايده النشويات اللي في البطاطس مش اي نشويات.
وتمتص السموم اللي موجوده في الجسم. في حاجات كل ما تيجي سيرتها لازم اقول فايدتها. حلوه دي، كل ما تيجي سيرتها اقول فايدتها. الشيف بيطلع بحاجات اخوانا جميله جدا. حلو، البطاطس اهي زي الفل. اه بايديا كده، مش لازم بس سكينه ونحطها على البلانشه والجو ده، خلاص زي الفل. خلي دي يمكن الكبه تزعل، وناخد الخضره دي كلها مع بعضيها. شفت بقى انا عملت ايه بقى؟ هو ده الكلام. تخيل بقى انت حاطه بصله نيه دلوقتي وفص توم ني، عملت سوفليه وتعبت عليه وخد الجبنه ودخل الفرن، انت شم ريحه غريبه، هي ريحه البصله النيه مصننه جواها. ويا سلام لو مقطعاها من بدري وحطها في الثلاجه ومستخسره انك ترميها، هي هنا المشكله بقى. دايما بيقولوا لي وانا يعني بعمل الشوبنج بتاعي او خارج مع اولادي، خارج لوحدي قاعد في مكان اشوف مغازل، بحس انك انت مننا طول ما انت شغال في البيت، انك بتكلمنا واحد واحد. عشان انا منكم، وانا طالع منين يعني؟ وطالع من الارض الطيبه، فلاح ابن فلاح من الاسره المتوسطه البسيطه السهله، بقدر اوصل المعلومه بكل بساطه وكل سهوله، ده دوري. حلو الكلام، كل دول يضربوا مع بعض. من غير زيت ولا اي حاجه خالص ولا كريمه. هو ده. بس الله، ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ شفت الطعم جه منين؟ التركايه هنا بقى يا استاذ رحاب، عشان السوشيال ميديا حبايبي اللي انا بحبهم، لعمل البطاطس السوفليه يفضل ويرجح لضمان الطعم والحصول على طعم مميز تحمير البصله والتومه مع فليفر من الروزماري والريحان. ناخد بياض البيض يا عم الشيف، بنشيل الصفار من البياض بطريقه سحريه. هو ده، ونقلبه تقليبه كده، دي مهمه جدا على فكره. وبعدين نضربه في الكب. مجهزين كسروله يسمح ان هي تخش الفرن، ازاز معانا الجبنه اللي احنا حبيناها. حلو زي الفل، اقلب بقى كده في قلب الكب. خلي بالك بس، خلاص كتر خيرك. الخلاط هنا دوره انتهى، بنعتذر عن الازعاج. شايفين بياض البيض عمل فيه ايه؟ زي الفل. عندنا الكبه بتاعتنا، اوبا، اشيل ده من هنا كده عشان نوسع لنفسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو قوي، واخد اللي انا ضربته في الكبه كده يتوزع هنا كده. هو ده هيخش الفرن طبعا، ده اهو اهو. الله عليك، الله عليك وعلى والديك، قوام نازل يتدلع. عراي الراجل الطيب اللي قالك عايز اكل الكشك الابيض متدلع. يقولك البطاطس بتعمل رجيم، ما تاكلش بطاطس. احنا يا اخوانا اللي بنعمل مشكله من لا مشكله. نيجي نعمل الرز بتاعنا المصري الحلو، فيه كربوهيدرات وفيه نشويات وفيه عناصر غذائيه وفيه مع كل الفوائد اللي بتدور عليها في الرز. انما تدخليه الفرن رز معمر، ياخد السمنه البلدي والقشطه وياخد بقى الكريمه، ونقول لك ايه؟ لا ما تاكلش رز. طبعا لازم ما اكلش رز، كفايه اللي انا حاطه.
انما الرز المسلوق العادي، وعالدليل على كده الصينيين واليابانيين فطارهم رز مصر، غداهم رز مصر، عشاهم رز مصر، وتلاقوهم عادي. نفس الموضوع مع البطاطس، كل يوم بطاطس مقليه؟ لا خالص، بطاطس زي الفل معايا اهي، ما تخليهاش سميكه قوي، حلوه قوي. عايزاها بالجبنه حط جبنه، عايزاها من غير جبنه الاختيار ليكي. انا عليا انصحك والقرار قرارك. زي ما هي كده هدخلها الفرن في درجه حراره 180، كانك بتعملي كيكه. حلو، حط شويه جبنه عشان الاولاد ياكلوا منها. بنعمل دايت، بنعمل رجيم، شايفين اوزاننا زياده، شايفه انك انت وزنك زياده، جوزك، الاطفال ذنبهم ايه؟ نعمل اكل متوسط الكبير والصغير ياكل منه، وما حبكتش بقى حماتك جايه تزورك ولا حد من الضيوف اللي انت بتحبيهم وتقول انا عامله رجيم النهارده ولاقي السفره كلها، طب انا ذنبي ايه؟ انا حبكت النهارده تعملي رجيم يعني؟ ناخد الزعتر البري الحلو ده كده. شفت الشيف بيعمل ايه؟ ده مهم جدا على فكره. مع الجبنه الموزاريلا بيوديها حته تانية. بيوديها ايطاليا. زعتر فريش وطازه. هاخدها زي ما هي كده يا عم الشيف، زي ما هي. فين مكانها؟ على الشبكه. اللهم صل على النبي. يلا نظره في ابتسامه، نظره في ابتسامه، هو ده. يلا هو حلو. يلا ايه الحلاوه دي؟ سوفليه بيتكلم مصري. ايوه، لان البطاطس من الارض الطيبه. حلوه قوي. طب نقفل الايه الفرن. بص لي على البطاطس كده يا شفيق، ربنا يوعدك بزياره النبي، لو احمرت قول لي اطلعها. لا والله انا عارف تقدر تخش بالكرين في اي مكان يا باشا. معانا فرسان التلفزيون المصري. يلا هو ده، لسه شويه هسه، اديني كمان ايه 3 دقايق. حلو قوي. لا السوفليه جامد جدا، تضرب فيه بقى المعلقه كده هيبقى شكله حلو قوي. ونبدا نطلعه. يلا سوفليه البطاطس. الله، ممكن على فكرة تستخدمي بدل الجبنة الرومي دي جبنة بارميجان أو بارميسان. الجبنة دي غالية شوية لأنها بتيجي مستوردة، ممكن تستخدمي بديل لها جبنة رومي مبشورة عادي.